الشبابي يا اخو. والله ما سمعتك. يا سي كل يوم حطها اخو مريتها يا اخو. حبيبي لاباس سلام. طيب شد لي الخو. شد لي شويه. شد لي شويه وماشي كي ما تمكنش فيها غير هي دير. شوف لي ذاك دير هنايا شايف ومن بعد يجي يدخل في ومن بعد حمودي تدير لايف تحبس شايف. طرطق سماك بلا ما تكون براسك دمنا مسكين في الكود دمنا مسكين في الكود دمنا في الكود. والله قال لك وقال لك حنبعث لك فيديو. قلت له ما يكملش. انت فيريفيتوها له؟ لا راح كان هو. اسم فيريفيتوها له لا من برا. عرفوا هذا عرفوا سؤال. 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 إذا شفت حقها ما بقاش يا ياهو. أخي ما تقصوش واحد ياهو، أنت تعمى والو واه. لا لا. هذاك هذاك ماشي ماشي قرافة. ماشي هو. ماشي هو. أي حاجة هو خو خو. خوتي السلام عليكم مرحبا بكم في خمسة محلات اوريجين شي اخينا. قال لي شو قال لي بك حبيب خلص له حصل له حصل له حاط حاط. خوتنا سلام خوتي بارتاجي نظر خوتي بارتاجي ماكسيموم دو بارتاج ما كنتش انا ما رحت معاهم خو. الله الحمد لله حمزي العزيز طالع خويا حبيبي اللي ما عندنا بوكسور يدخل اللي ما عندنا بوكسور خوتي بزاف بوكسور اللي حسونا عليه خوتي بوكسور دخل اليوم خوتي بزاف خوتنا بوكسور دخل في اليوم دخل في اليوم بوكسور بوكسور دخل اليوم كاع بوكسور مصالين على بالي بلي قا نعيط لي دوكا قال لي باش نجي انا جاي على بالي عندي في جوك جونز خويا حبيبي خسارة عليك خويا زوزو مريت هاي خسارة عليك زوزو الله يحفظك اوريجين وحدو عندي يا عندي جوك جونز خويا الله يبارك سلا وسلم الله يحفظك حبيبي السلام عليكم واش خويا السلام عليكم يا خو السلعة دخلت البوكسور وين دخل دوكا نو بوكسور كاع باش نوصيها في اللايف ما ودي دخل دوكا اخ محمود موسى غير بليده بوزريعه دخل عندهم بوكسور روي بالقبه كاع ونعم اللي في الحانوت هاك يا بدر محمد واش حبيبي دخل بوكسور اي في اه خويا كاين بوكسور اليوم راه ما يدير اي بون يا على بابا يا اخي هذيك جديد ما كان كنت تحب اوكازيون يا جديد هذه صحتك كونفيغريتها مع تليفون بيان واش رايك او تولف شباب صح والله شي شي ثاني ابك ابل واتش ما تقدرش تلبس ساعه واحده اخرى يا ابك عندي سوايع عندي دياز عندي عندي بزاف سوايع بصح ما هذه واحده ما خصش نحيها ما فهمك شو فهمك اخو صاشي اعطيني الديست تاعي نيميرو تيليف تي ودينا معلومه بارك الله فيك فيها ان شاء الله اخويا ان شاء الله اخويا حمزه ان شاء الله نزيدو نتلاقاو مع بعض يخدموا لاك ونزيدو نفيدوكم انا ما دابا انا ثاني ما دابا زدت لاقا ما بدي يخدموا والله فهمت عليك 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 اختكم خوتي خوتي حتى في باش خوتي اللي حاب خوتي اللي حاب يخرج جنب الحكايه تاعتي يعني انا فتكم فيها خوتي خوتي حتى السيبر كوبي يجي فيها نيميرو سيري ماشي كيما تاع الاوريجينال ما يجيش مستف كيما تاع الاصليه خوتي حتى السيبر كوبي يجي فيها خوتي بصح كيما قلت لكم خوتي ما يجيش فيها كيما تاع الاوريجينال تاع الاوريجينال يجي وحده خوتي تاع الاوريجينال الكتيبه تجي وحدها بالطاشا هناك الاخر ما يجيش كيف كيف يجي طالع تاع الاوريجينال يجي طالع من فوق يجي جوم سته في تاع الفرس وما يجيش هكذا خو هذا نصحك معلومه الناس باش تعرفها ثاني وانا نقول خوتنا خلاص القرص من شريتيقه اخويا اخو شريت من انسان تعرفه شريت انسان تعرف الخف ربي شريت
بلو عن اي سنتيقه اخو اخو قالك سي تشرا تي ما ميزون دغلو هي اخو انا في الجزائر بلا ما تكرو لا ميزون هذيك باش ما نديروش فتنه انا ديجا نغلق السوجي هذايا باش اخو كي بغوك انا ماذا بيا نسيت انا نقول نصيحه لخاوتنا لازم تي نشري تيقه ماشي لاي واحد اخو سي تشرا ما ميزون قالك والله غير دغلو عليهم كان جا هذا لا رجع وحده لا نبعث لك فيديو مودي بصح انا فيديو ما نحطوش فيديو تاع ما عنديش فتنه انا زعما اخو اخو دوك انا مقسم ندير فتنه نذكرون تك الله ما غاديش نخضر واحد انا قلت له معلومه وربي يسهل عليك اخو دوك ربي يسهل عليك الانسان خلي الله ما فيها ني ميوكسي انا مش ندير خوتي فيديو باش نعاود ندير فتنه هنا في دماغي باش ندير فتنه هنا يا اخو نحطها ولا سافا انا قلت له واش كاين خوتي واللي يحب يامني معلومه صحيحه 100% يحب يامني الله ما يحبش يامني يدبر راسه اخو انا نقول خوتي ماشي غير ماشي تجي تشري عندي اشري ثقه وخلاص ماشي انسان تعرفه وتخاف ربي سبحانه شري ثقه يا تلقى انسان شري عنده ثقه ما تبدلوش خويا راك فاهم خو كاس عندك تلقى انسان يخدم غير لي زاريني ثقه ما نبدلوش غير شري غير على اي حاجه شري انسان ثقه شري غير عليه خو ما نعياش انا اخو دوك نحب نشري نواضر عندي خو دابا ما تكون عندي خو صاحبنا لا ميزون ريبان ما نعياش خو ندخل ديراك نقعد خو في كرسي نبدا نقي شحال خلاص ونجي ما نبقاش نعيا بدات وسوسه ما نعياش يا خو شري ثقه كليون تاعو كليون تاعو على العام حدا الشاب يبعث لي تصاور غنشوف انا عيا ما بقاش نعيا ما نعيا شيخ ما بقاش نعيا يا اخو كاين يحب يشري في كل انسان حر وين يشري كاين اللي يعرف يشري من دلاله كل انسان كاين اللي يعرف كاين اللي يعرف ما يكرهولوش يا اخو يشري من دلاله يشري من وجه كنيس كاين اللي يعرف اخو كاين يعرف انا نقول خوتنا خويا لي زو خويا لي زو يا حبيبي لا نبداكم خوتنا بالبوكسر تاع اليوم وين اللي موديل حبيبي نعم يا سهل يا بوتسوس تعجبني كي تفهم ادخل بوكسر خوتي اش هادي كاينه خويا حمودي انا نقول لهم طارق بارك الله فيك خويا طارق اللي حبي يشري خويا يتيقى انا نقول خوتنا انا باش ندير دوكا باسكو حنا هضرنا على داك المغربي جاوبتو صرات فاهم خو كل انسان حر في روحه ايش يكون الانسان يشري خاوتي دخلت قشير في دويره او دخلت قشير خاوتي في دويره السلعه خاوتي هذه هي اليوم راهي في 5 محلات اوريجينال شي اخينا السلعه خاوتي راهي في 5 محلات اوريجينال شي اخينا ابونا الحبيب يا عزيز حمودي رحم شويه بيننا اونصوم سيرفات اللي عنده رنجان اونصوم سيرفات شعلنا اونصوم سيرفات شعلنا عندنا شوف عندنا في الدره في دويره نحكيك في دويره وما غازوش فيها سلعه خو بارك الله فيك خويا فارين شبعتونا مقروط يا هاي طلع في راح خويا انت يمك مغربية حبيبي باين يمك مغربية هاي طلع في راحك باين والله يا خويا بدمان كما يقول لك فاش انا فاش ضيق لي يا خو كيلقى في لي كومونتير تزيري يصف تزيري يا خو هادي جو حاجه ضيق لي تغيضني يا خو راك فاهم خو تلقى جور تزيري فهمتني يا خو راك فاهم العزاز فاش ضيق لي بدمان تلقى جور تزيري يصف تزيري حاجه جور قلبي ياكلني يا خو ماشي الانسان لازم يصف حتى انسان كي تشوف جور تزيري يصف تزيري خويا يتسابوا بيناتهم في لي كومونتير باللي يمات كدا جور حاجه سي تري كراف اخو الحاجه ما حنا ما نديروهاش بيناتنا حنا جور ديزونشيني حنا اخو ماشي غير حميلاتنا ما نديروهاش كاع مع الناس الحاجه هذي كيما يقول لك هاد الحاجه ما نديروهاش بيناتنا حنا نورمالمون اخو تاع تزيري يصف تزيري كان يسبلو بيما ميته كان كما تسبو قالوا يما ميته ولا يسبلو فاهم اخو بنت واحد الظاهره تاع السبانه ديال الله الله المستعان الظاهره هذي راهي دايره حاله في الجزائر يا ربي يهدينا وربي يهدي شبابنا ان شاء الله ربي يثبتنا ربي والله غير بزاف يا اخو انسان ما يعرفكش كاع يخسرك في الهضره انسان ما يعرفكش كاع اخو ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله قسنطينه ان شاء الله مرحبا بك زكريا بوكسور خاوتي يدخل دوك بوكسور خاوتي راه بي خاوتي بوكسور بزاف يسقى بقوه خاوتي في الدويره راه بقوه زيد فتح لي بعد مالي والله راه هايل يا زين مازال مازال بوكسور ها البوكسور بقوه في الدويره خاوتي ها البوكسور خاوتي اللي يجي اليوم يلحق به السلعه راه في خاوتي السلعه البوكسور السلعه راهي في 5 حوانتنا خاوتي السلعه راهي في الويبا وراهي في القبة وراهي في بوزريع اخويا خوتي البوكسور بزاف عباد هبلونا عليه او دخل يوم السبت دخل دوكا البوكسور خوتي البوكسور خوتي مشينا ما شاء الله ودخل عاود دخل يوم خوتي في دويره لا كونتيتي خوتي البوكسور في ربح حوانتنا مازال شويه يدخل في بليده ان شاء الله البوكسور خوتي راهو دخل دوكا في ربع راح دوكا البوزريع تشريه تحضر الويبا تشريه تروح القبة تشريه جد دويره تشريه الويبا غير دخل نديرو له فيديو ان شاء الله
والله يا زكريا من عمر راسي خويا صالح عسلام كاش بروموسيون الحمد لله انا فيديو والله باش عمر راسي انا بينت الحق والحمد لله وباجا ولات اكتيف وباجا تطلع ما شاء الله باجا عباك باجا تاعنا تطلع ما شاء الله طلعت قاعد بيا يا خو انت تطلع تطلع ما شاء الله وهذيك فيديو عباك الفيديو ما غاديك فيديو تحشى فات المغربي 500 او 910 والله العظيم 500 مريض يا قريب الفيديو باك الفيديو والله باك دخل في المليون في يومين دوجر والله غير دوجر دخل عباك رقم قياسي جامي ما صارت الباجا تاعنا جامي رقم قياسي في فيديو تاع المغربي راه دخل في المليون او 910 خليته سبعة ولا 907 راه لحق في المليون وفيديو اللي قبل واحد 500 ما شاء الله الله يباك ست باجا تطلع وباج دوكا باجا اول مره نشوف الباجا تاعي اليوم يومين ولات اكتيف بزاف يا خوتي عسلام مرحبا بكم ولات شور اكتيف بزاف الكومونتير ما يحبسوش طب 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 زوج تاع الصباح والله ما يحبسو زوج تاع الصباح ثلاثه تاع الصباح اربعه تاع الصباح الكومونتير ما يحبسوش يقول لك ما يحبسوش ما يحبسوش ما يحبسوش والله يبقى صاي بليزي باجا طلعت ما شاء الله وباجا طلع خوتنا شوف باجا طلعت لي ما شاء الله وليفيو زادوا عندي وخوتنا استفادوا كيجي الخير كيما ماشي عصفور عصفورين حجره بثلاث عصافير خويا كيجي الخير يجي والله اخو شكون قال اخو درت اخي درت فيديو بنيتي اخو درت فيديو بنيتي بنيتها جوج كان شمعت والله ما كنتش نطلعوا لي فيها كيك تاع الفيديو هذا الفيديو اي غير تحقق 1 مليون تاع المروكي والاخرى تحقق 500 والاخرى 400 كل فيديو شحال يطلع يا اخو والباجا زادت وناس ولات تعرفنا وبزاف بلي صافي بليزير الخير شو خير كيجي انت ما تقدرش زعما تقول زعما تقول باش نبوستي ولا الخير كيجي النية الخير كيجي يجي خويا وسمعنا عندي ثاني قص في شباب في السلعه 10 سمعنا دي مغرب ما حشنا نطرق عندي ثاني واحد قص شباب عن خبطه بواحد الفيديو تاع السلعه عن خبطه بواحد خبطه فيديو تاع السلعه خاودي باطاجي يلاه خاودي نخبطوا فيديو تاع السلعه هاد السمانه بالماتريال وسلعه خاود نقولوا ردها علي اللي استطعت يا اخو ويردها علي نقص حلو وكيردها وكير زردها عليا دوك نتحداهم قاعد نخبطوهم فيديو شوف بالماتريال قدا وبالسلعه وزن نتحداهم اللي يقدر خويا يجيبوا ماتريال نخبطوا ماتريال واحد اخر راح تكون اخو باش نبان بلي حنا اكزاجيرين اخو كاين كاين الاستيك اخو ها فاضت عتي يا خاتم ما نقدرش ندير صون سيف صار عليه كاع صار تقول سيما حنا حكيم حبك حنا شحال واحد قطعت ايام في الباجا حكيم عباك حنا شحال واحد قطعت ايام في الباجا بعث لي ليزاجيني عباك ليزاجيني كاع مقلب ومريض وميروندي واش كاع صدقني غير شحال من انسان في الباجا بعث لي ما درتش الباجا تاعي درت راني ندير واحد ثلاثه عباك شحال من انسان قطعت ايام تاعو بعث لي في البريفي بزاف خاوتنا وكاين واحد اليوم قطعت ايام قلت البارح هضرت معاه البارح عايش فرنسا وكان هذوك اللي قطعت ايام عايش في فرنسا وكاين واحد قطعت ايام تاعو اليوم هضرت معاه البارح في اللي قلت له يا خويا شختو الله واش نهضر معاه قلت له البارح بعث لي البارح في اللي قال لي اخينا اليوم قطع لك ايام ما ادريش قلت له شختو قلت له خونا قلت له ما تخسرش روحك قال لي اخينا والله غنروح نديرها حنا لي صاجي لها شعب كاع مهابل يا خويا الله يحفظه خاوتي قطعت شي تيان خاوتي يرحم يماك غادي نقول خاوتك قطع تيان واحد اخرى لي زون يا خاوتي خاوتي مزيج تقول خاوتي تقول تخسروا روحتك ربي يحفظكم بزاف العباد قطع في تيان خاوتي ربي على الجال يعطيكم الصحة كيما قولك زور الناس ضمنت معايا الناس كاع وقفت معايا وصافي بليز الناس كاع ضمنت معايا وش حتى الشعب الشعبة في البريفيو شي بعثوا لي اما ماريكان والله غير باش بعثوا لي ماريكان بعثوا لي فرنسا بعثوا لي شو تحت هذيك بعثوا لي شوف بعثوا لي بارتو بعثوا لي فرنسا بعثوا لي بعثوا لي كاع كاع والله غير بعثوا لي كاع بود فرنسا بعثوا لي في عايشين كاع في لوروب يا ودي بعثوا لي بزاف من لوروب بعثوا لي بزاف في البريفي بعثوا لي بزاف كاين اللي بعث لي في الخير كاين اللي بعث لي خسر معايا كل انسان كش بعث لي بصح اللي بعث لي في الخير بزاف شور ماكش نيماجيني بلي عندي شعبيه والله غير عندي شعبيه ناس هاي بليزي خاوتي باك لوف خاوتنا يا طيب ومازالوش قطعوا لي تيان خاوتي باسكو البارح واحد هضرت معاه قلت له يا خويا ما تقطعش تيان تاعك قال لي اليوم نقطعها قلت له حميه ما تقطعهاش قلت له ما تخسرش روحك قال لي يا اخي انا ندير كلشي على رجالك يا خويا واش غنقول لك يا والله العظيم يا خلي صاجيري يا ميروندي واش يا خويا بالله لي صاجيري والله ميروندي يا خويا انا ديق لي في حاجه انا ديق لي عباك انا ديق لي انا ديق لي في حاجه جون نحب جون كي شوف نحب نبكي كي شوف زيري سف زيري يا خويا هاد الحاجه قلبيه كوني عليها يا خويا حنا انا خاوه حنا المسلمين كاع خاوه بصح لي زاجيري ما انسان ما ماشي كاع ماشي عمم شوف كي لحقت زيري سفت زيري خويا راك شايع بالخلايا عليه من الخلايا والله غير صدقني خويا شاوي خويا كما شاي والله غير ماني شاي انا شايع بالخلايا راني شايع بالخدمه المهم راني شايع خويا راني معروف ما نقولكش راني معروف وخلاص خويا الحمد لله انا دوكا قولوا واش حبيت عليا خويا قول بشايع بالخلايا انا المهم راني خدام
وراني شائع بالخدمه. انا كيما يقول انا درت محتوى نجحت فيه بالخدمه تاعي، انا درت محتوى نضيف. ها لكم سلام، مع السلامه اخو، مرحبا بكم. انا درت محتوى الشعب الجزائري، محتوى تاعي يدخل كاع الديور، محتوى نضيف فيه سلعه، ماشي محتوى فيه الغنى فيه شطيح فيه ليكلاش فيه سبان، فهمتني. درت محتوى نضيف فيه سلعه شابه لي بروموسيون للناس تلبس الاوريجين تاعنا لو قاعد الناس تلبسو. انا محتوى تاعي نضيف الحمد لله، انا طلعت محتوى نضيف وذلك فضل الله. انا طلعت افونسيت ومازالني نضل افونسي، وجميع حاجه حبيت نلحقها في صغري لحقت لها، وجميع حاجه حبيت نديرها في حياتي لحقت لها ودرتها، وجميع حاجه حبيت نكسبها في حياتي والله غير كسبتها، ذلك فضل الله الحمد لله. انا مثال، انا يا مثال للشاب الجزائري كانسان ناجح، نجحت في حياتي يا اخو. مثال نقول شباب، اسمع انا ماشي خلال. انا نقول شباب كي نجي انا جوج خويا بدر الدين ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله يزيد ينجح ان شاء الله. انا دوك نقول الشباب ما تيأسش وصبر، كان عباد 20 كان عباد تلقى في عمره دوك يبدا يخمم على المستقبل تاعو، خمم واش توش دير كيما قال هذيك الفائده، قال عبد الرزاق البدر لازم يخمم في هذاك النهار تاعو، يصلي صلاته ويطيع الله زوج بيخمم زعما على المستقبل تاعو. خو اصبر بك وربي سبحانه يجيك الخير. خو انا مثال للشاب الجزائري، تقدر تنجح في بلادك وتخدم، اصبر بك ما تقلقش وقتك من الحرام. خو انا مثال للشاب الجزائري اللي يقدر ينجح في حياته ويقدر يدير ويسخد تاع ربي سبحانه. خو ما تقولش بالك فانساكم ما عندي والو باش نزوج، الخير كيجيك يجيك خير. اصبر برك رزقك تديه بالحلال خويا. انا مثال الشاب الجزائري، انا الحمد لله حنا كيما نقول كاع كبرنا كاع في حي شعبي، والحمد لله كبرنا في عائله عاديه. انا نحمد ربي سبحانه، ربي اللي باب ربي يحفظه، وكنا بالحلال طلعنا بالحلال خو. فهم انسان باسكو انسان الحلال باك سيرتو كي تكون هذيك الحلال في صغرهم، الحلال شوف الحلال يبان، هذيك خلق لي واحد الفيو يقولك الحلال يبان في الدراري كي يكبروا خو، الحلال يبان فيهم يا خو، والله حتى الحرام يبان فيهم كي يكبروا يا خو. فهم خلينا نقول خوتنا ما تقلقش تصبر على رزقك خويا يجيك الخير ان شاء الله خويا. انا الحمد لله انا حاجه اللي شعت بالخدمه، شعت بالمحتوى تاعي، دوك اي دومان نخدمه ربي سبحانه يوفقني فيه. دوك راني في الحوايج صح الحمد لله، كاين حاجه اخرى نخدمه فيها الحمد لله ذلك فضل الله. دوك انا كنت نحل بيتزيريا نخدم ما شاء الله، نحل ريستورون نخدم ما شاء الله، حتى اقميص نخدم ما شاء الله، دوك اي دومان نحل نخدم ما شاء الله، ذلك فضل الله ياتي ما شاء ربي سبحانه. نحل مطعم نخدم ما شاء الله، نحل اي حاجه اوريجينال شيء اخير نخدم ما شاء الله يا اخو. الناس ربحت المصداقيه تاع الناس، ربحت الثقه تاع الناس، ربحت المحبه، ذلك فضل الله. انا ما كان والو نعاودها، ذلك فضل الله ربي سبحانه، ذلك فضل الله ياتي من شاء. انا نعاودها، انا مثال للشاب الجزائري. كاين عباد، كاين بزاف عباد يقول لك ما داكش تجوز عليه واحد الفيديو في فيسبوك، شي يقول لك تجوز عليه واحد الفيديو في فيسبوك يقول لك زعما يقول يوريك زعما كروسه شابه، يقول لك كروسه هذه باش ما كاش يورو كاش ماتيريا خشين كاش بيام ولا كاش حاجه اودي ولا، يقول زعما ما داكش تجوز عليه واحد الفيديو يقول زعما الكروسه هذه باش تشريها لازم ما كاش منها ديماري بالزيرو، تقول ديماري بالحرام ديالك، والله غير ديماري بالزيرو. وامثله بزاف خويا، الناس اللي كانوا كاين امثله بزاف نعرفهم بزاف، الناس امثله بزاف ديمارهم من الزيرو وعندهم ماتيريا غير الخشين وكذا، تقدر تشري ماتيريا بديماري من الزيرو خويا. كاينه حاجه احلم وتمنى وقلنا الحق، ماشي حنا نقولك حنا كيفاش حنايا عندنا واحد الحاجه من نحكي، ما غاديش نقول الشعب الجزائري كاع بالك، حنا كيما نقولك حنايا محقرو روحتينا بزاف. اوكي عصامه فهمتني اخو، مرحبا بك خويا. حنايا لي زانجينيان حنا نحكي لنا نفسي، ماشي كاع كاين ماشي 40% 50%، حنا نحقرو روحتينا بزاف، حنا بزاف نحقروا روحتينا فهمتني يا خو، نحقروا بزاف روحتينا. حنايا جور نقولوا ما نقدرش ندير واني حدا ما نحقلهاش ونسمع الهضره تاع الناس، ما حاجه ما ديرهاش ما تقدرلهاش، لا تقدر والله غير دير وتقدر تنجح وتقدر تلحق واحد المستوى ما تقدرش تيماجيني. وامثله بزاف في الجزائر، امثله بزاف، شحال من بداو من الزيرو، نعرف بزاف شحال من بداو من طابله، شحال من مسعود، دوكا راهم دي زاشيميلي، دوكا راهم فري لاباس بهم وفري ربي سبحانه فاتح عليهم يا خو. بداو امثله بزاف، بداو من الزيرو خويا، امثله بزاف. انا نقول خاوتنا عمرك ما تفشل، توجور خويا دير ربي سبحانه في قلبك، ما تحلم احلم وتفائل خير. نقول لك حاجه كي نكبر نديرها، نحكيك واحد القصه هذيك مع صاحبي والله العظيم يا بدر، هذيك كنا صغار كان في عمري هذه صحيح وانا نسيتها، وليت حومتي فكرني فيها الحكايه دي، نحكيها لخوتنا والحكايه دوك كي نحكيها لخوتي هذا وليت حومتي دوك الا سمعني الحكايه هذه على بالو واش كاين، والحاجه هذه كي سمعها دوك من عندي هو اللي قالها لي وعلى بالو انا قلتها كنا صغار. هذه بالك كان في عمري واحد 12 سنه، كان في عمري واحد 13 سنه والله العظيم يا بدر، وليت حومتي هذا خويا نصر الدين دوك كي نحكيها له ويسمع فيها على بالو واش انا نقول له يا خويا، دوك سمع يقول لك صح هو غير كيما عندها واحد العام فكرني فيها هو وتفكرتها. كنا نمشيو في الحومه جالس علينا واحد البيام بكري، ما حنا في الحومه نمشيو جالس علينا واحد البيام والله العظيم واش نقول له يا بدمان، والله قلت له نصر الدين، قلت له هذيك كي نكبر ودوك اللي يسمع فيا ولا واش انا نقول له، قلت له هذيك كي نكبر قلت له والله غنشريها يا خو،
واش هذاك النهار بدا غير يضحك عليا كيف انت مهبول تشري بيا وكذا. وهذيك هاك تبل بيا تلاقينا في سيدي يحيى عند واحد العام ونص هو تفكرني فيها قلت والله غير صح في البلاصه هذيك في الحومه البلاصه اللي كنا فيها في الحومه كنت نبل بيا قال لي شفيك كي خلقت تشري بيا وانت قاعد نضحك قلت لي نشري قاعد نضحك عليك كذا والله العلي العادي كان في عملي 12 سنه يا هذه الحكايه والله ما ننساها يا خو وتلاقينا في البلاصه وين قلتها له في الحومه خو قال لي هو عاود فكرني فيها خو انا نقول خاوتنا عمرك ما تفشل وعمرك ما ود الحكايه والله غير واقعيه وهذا خونا وليد حمدي صدر ربي يحفظ الحبه وجر خويا او لا بالوش انا نقول له الحكايه هو لا بالو بي حكيتها له بدا يضحك عليا مهبول انت تشري بيا وكذا وتلاقيت معاه كنت بالبيا نتاعي كي تلاقيت معاه كنت بالبيا في الحومه والله العظيم هذه حكايه خاوتي واقعيه مع طيبون باش نقول خاوتنا عمرك ما تفشل وتقول ما نقدرش ندير خويا دير وتنجح ودير خويا والله غادي ما تحقرش روحك ما تحقرش روحك قول ندير قول ندير خويا قول ندير كاين النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفرخ النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفرخ يتفاخر كل حاجه نديرها زعما نقول نكبر نديرها نكبر والله غير تكبر غير ديرها خويا ما تحطمش روحك خويا هذه نصيحه من عند خاوتنا الطيب وخاوتي عمرك ما تقول عمرك ما تقول زعما لازم ندير بالحرام باش تطلع ما كاش منها خويا بحلال تطلع بها خويا انا الحاجه خاوتنا نمدها بالقلب للقلب خاوتنا من قلبين خاوتنا تقشيره راهي بيقه وطيب مديكم سامحي ليا بقيت هضر بزاف غير زين هاني خاوتي البوكسور راهو بقوه اي غلطه اي حركه تصبر تشويش هنايا هاني نضحك انا اي حركه تصبر تشويش يحكمك يحكمك هاني خاوتي البوكسور خاوتي راهو بقوه في الحانوت تاع بوزري دويره التقشيره الفيلا خلاص انها كاع ارض ادخو ما تعمقش بزاف تحت اقعد غير من فوق والله خوتي التقشيره راهي بقوه اليوم خوتي جبت لكم بوكس خوتي التقشيره راهي بقوه خوتي الناس خوتي الناس اللي جات تحوس على التقشيره خوتي راهي بقوه خوتي هذه خوتي التقشيره دفق دفق خليها ساشا دفق عليه دفق خوتي تقشيره هاي في دويره وراهي في القبه وراهي في بوزريعه وراهي في الحانوت تاع والله نسمعوا والله غنسمعوا خويا انا نسمعوا ان شاء الله ما تكونش معلومه ان شاء الله ان شاء الله احنا على كل حكيم نقول لك بلادنا غير تسقم وجاي خير ان شاء الله احنا بلادنا غير تسقم وراه غير تزير وتسقم وربي يحفظنا بلادنا يحفظنا رئيسنا خوتي تقشيره راهي بقوه هذه خوتي تقشيره خوتي اللي خلاص نعاود دخلتنا بقوه البوكسور خوتي راهو دخل بقوه في دويره السلعه راه في خمس حوانتنا اللي يحب يجي دوكا خوتي مرحبا به حتى لي سيرفات راه بقوه اسلامه اللي يحب يجي خوتي مرحبا به ندخلوا شي نص الحانوت خوتي كتشن كاميرا دوكا اولات ندخلوا نص الحانوت نحبكم كاع في لا خوتي مرحبا بكم في خمسه محلات اوريجينال شي اخينا نموت عليكم السلام عليكم.